اليوم ندشن عملية صرف السلة الغذائية للمدرسين والمدرسات المتطوعين وأيضا القدامى. طبعا هذه من الخلية الإنسانية تقدمتها للتربية والتعليم بشكل عام على مستوى المديرية، وتم اختيارهم بعناية لأنه هؤلاء الناس اللي بيدرس فقط، أما الذي ما درسوش ولا حضروا مدارس والتحقوا بالسلك العسكري وبعضهم مع المنظمات الداعمة، وبعضهم من تكاعس يعني وجلس داخل البيت ما رضي يدرس ياخذ معاشه لانه بيقسم عليه يومين، وهذه مخالفه على الوزاره التربيه والتعليم وعلى المحافظه. لولا الان التدخلات فيما يتعلق بالمدارس بالمتطوعين والمتطوعات لكانت المدارس مغلقه، بيقسموا عليهم يعني حق يومين او ثلاث ايام، والمرتبات تستمر، وهذه يعني بيفرح الانسان عندما يكون بهالطريقه. لكن احنا نناشد الوزاره ونناشد مكتب التربيه والتعليم بالمحافظه ومحافظه المحافظه على انه لابد من يتخذوا اجراءات حقيقيه نخيرهم ما بين التربيه وما بين اعمالهم الاخرى. نقدر ونشكر يعني قائد المقاومه الوطنيه العميد طارق محمد عبد الله صالح الذي تكرم بهذه المكرمه للعديد من المدارس ومن ضمنها مديريه المخا، وايضا التدخلات الانسانيه الاخرى في التربيه في الصحه في كافة الحياة. المعلمين المتواجدين والمستمرين داخل مدارسهم تم استهدافهم من قبل الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية بأكثر من 400 سلة غذائية، وهي تعتبر لفتة كريمة جدا من المقاومة الوطنية. كما عودتنا دائما الخلية الإنسانية بأنها تلامس الجوانب الإنسانية والاحتياجات الملحة، نشكر لهم هذا الاهتمام بالجانب التربية والتعليم باعتبار القطاع الأوسع داخل المديرية، والذين دائما لبوا نداء الواجب في وقت الظروف الصعبة والظروف اللي مرت بها المديرية. نشكر المقاومة على توزيع للمعلمات السلة الغذائية نظرا لجهودهم المستمر وتدريسهم في المدرسة، بس نأمل أن تكون شهريا ما تنقطعش عليهم لأن رواتبهم ما يستلموهاش دائما، ويعانوا مداومين بالمدرسة دائما يداوموا ما أغلقوش المدرسة. الحمد لله وصلنا اليوم إغاثة من الخلية الإنسانية لأن دائما متواصلين معنا، وقد حصلنا سابقا على هذه المساعدات لأنه كما نعرف أن الأستاذ راتبه لا يكفي مع الظروف الصعبة اللي يعيشها المجتمع، ودائما نحصل منهم على إعانات وعلى تشجيعات. أشكر الفندم طارق على جهوده وما يبذله في سبيل توصيل العملية التعليمية للطلاب وفي سبيل إنجاح العملية التعليمية. هنا المدرسين يعيشون أوضاع صعبة، نقصان ما فيش راتب معنا 90,000، ايش تجي 90,000 بالله عليك؟ ولا حاجه 90,000، وعاد يخصم لنا عقل قرحه، هذا الشهر هذا خصموا علينا كل مدرس 3,000 حق ايش؟ حق قرحه قالوا، نحن مخاطبين بالقرحه. خذوا معاشنا المعاش يندنوا على الشهرين، الشهر شهرين.